الأهلي أيضا بيختتم تدريباته ومسحة طبية ومحاضرة بالفيديو، دايما بيكون في مسحة طبية قبل المباراة وعشان نطمن طبعا على كل اللاعبين وكل الأجهزة الفنية والإدارية اللي موجودة في الفريق الأول. محمد هاني وأليو ديانج وكل اللاعبين الحقيقة بيكونوا متواجدين في هذه المسحة، ياسر إبراهيم وبقية اللاعبين، مسحة طبية للإطمئنان على بعثة النادي الأهلي أو على فريق النادي الأهلي قبل أي شيء. طبعا محمود وحيد وكل اللاعبين الحقيقة بيكونوا متواجدين للإطمئنان عليهم.